معانا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا عمرو. أهلا وسهلا. الوضع إيه دلوقتي؟ يعني هنقدر نكمل إن شاء الله حضوريا في المدارس؟ والله نتمنى هذا، ويعني أعتقد إن إحنا مشينا في الترم الأول كويس جدا، وانتهينا الأسبوع اللي فات من امتحانات سنوات النقل اللي هي من رابعة ابتدائي لحد تانية إعدادي، كلهم خلصوا تماما، والتعليم الفني كذلك. فدي ملايين من الطلاب وبنجاح الحمد لله، وأولى ثانوي ابتدوا النهاردة برضو، اليوم مشي كويس جدا جدا، إن شاء الله نتمنى بقية الأسبوع. تانية ثانوي هتبتدي بكرة ومعهم الإعدادية. فإحنا بالنسبة للدول التانية الترم الأول مشي حضوريا وحققنا فيه الحقيقة نجاح كبير، نشكر كل من اشترك فيه. فده حاجة. الحاجة التانية أنه معلومات طبعا عن أوميكرون بتتغير بسرعة قوي زي ما حضرتك عارف، واستجابة الدول بتختلف، والقرار النهائي في مصر للجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة دولة رئيس الوزراء طبعا وحضور كل الجهات المسؤولة. فإحنا الجداول زي ما هي ومواعيد امتحان إجازة نص سنة زي ما هو برضو، ونتمنى نحن نستطيع نعمل نفس الشيء في الترم الثاني. اتعلمنا كتير في الإجراءات الاحترازية وفي التعامل مع التباعد الاجتماعي، والحمد لله مررنا الترم الأول. وزي ما حضرتك قلت، الفجوة التعليمية اللي سببتها كورونا في العالم كله في السنتين اللي فاتوا ضخمة جدا. مصر مصنفة من التوب فايف أو أعلى خمس دول، أحسن خمس دول تعاملت مع كورونا من حيث التعليم. يعني بنحاول نقلل الفجوة، وحظنا طبعا أن التطوير تزامن مع كورونا، تالي صعب علينا قوي القوي المهمة، ولكن استفدنا منه. عملنا منصات إلكترونية ضخمة جدا ومختلفة ومتعددة والجميع الأعمار، وبنية تكنولوجية ضخمة جدا مع تطوير المناهج، وزي ما حضرتك قلت مع التعليم الفني كمان. دكتور طارق، يعني توقعاتك إيه؟ يعني هنقدر إن شاء الله نعمل الترم الثاني بلا توقف؟ يعني آخر مرة كنت بكلم حضرتك وبقولك إن في مدارس بنسمع عنها حوالينا بتقفل، بيقولوا ما تبعتوش الولاد، يعني ده بيحصل. أنا عارف حضرتك هتقولي ده ما بيحصلش في المدارس الحكومية، يعني 90% أو 95% من المدارس مستمرة. فأنت توقعك إيه؟ هل ممكن نقدر نكمل بالشكل ده؟ بص، احنا زي ما قلت حضرتك بقى عندنا حلول متنوعة للتعامل مع الموقف، بنناور طبعا مع فيروس كورونا. المعلومة اللي حضرتك دولها عن بعض المدارس، دول عددهم اقل من 10 مدارس، وهي مدارس دولية عارفينها بالاسم، وهنوجه لها رسالة شديدة اللهجة غدا.